قبل سنوات يتصل علي شاب اسمه أحمد، أعطني قلبك. والله ما تكلم أخوي حبيبي الشيخ منصور، ولا تكلمت أنا، ولا وقفنا هذا الموقف إلا نحب لكم من الخير ما نحبه لأنفسنا وأكثر. أي أيوة والله. لذلك اسمع هذه القصة بقلبك علها تغير الحال الواقع، ما تدري شو الخير فيه. والله ما جابك إلى هذا المكان إلا الله، لأنه يحبك. إيه يحبك، فأسمعك مثل هذه الكلمات وجبت محبتي للمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادرين فيها. اتصل علي قبل سنوات شاب اسمه أحمد، شيخ أبو علي، قلت له أعمرني فديتك. والله يا أحمد هذا عمري ما شفته. قال شيخ ممكن أخذ من وقتك شوي؟ قلت له تفضل أسمعك. قال لي شيخ قبل أيام ولد عمتي اسمه عبد الرحمن مات في حادث مروري، راجع من الجامعة مع 3 من أصحابه، وفي طريق العودة صار عليهم حادث مروري بسيط ما يذكر، لكن الضربة جت على عبد الرحمن هو السواق، سببت نزيف في المخ، دخل في غيبوبة. أصحاب الثلاثة اللي معاه في السيارة ما فيهم شيء، سليمين معافين، انتظروا الإسعاف. جاء الإسعاف، حطوا عبد الرحمن داخل عربة الإسعاف، ركبوا أصحابه معاه في الإسعاف، يسابقون الوقت علشان يلحقون ما يلحقون المستشفى. وهم في الطريق شوية اللي عبد الرحمن يا شيخ ناظر، فتح عيونه وجلس يناظر، ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يا أبو علي 4 مرات نطق بكلمة التوحيد. قلت هنيئا له يا أحمد، عند أبي داود بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إن شاء الله أنا من أهل الجنة يا أحمد. قال انتظر يا شيخ، جاءنا الخبر، أخذت أهلي وأقاربي ورحنا نستلم جثة عبد الرحمن من ثلاجة المستشفى. استلمنا الجثة وفي مغسلة الأموات، أقسم بالله يا أبو علي عبد الرحمن وجهه يتلألأ نور وضياء، والله عبد الرحمن مبتسم ابتسامته اللي يعرفها ما أنكرها، والله يا أبو علي أصابع يديه الثنتين بهذا الشكل تشهد له بكلمة التوحيد. قلت له هنيئا له يا أحمد. قال يا شيخ اسمعني، كفناه بعد ما غسلناه وصلينا عليه، دفناه وقمنا في عزاه 3 أيام، وشغلي الشاغل عبد الرحمن عمره 22 سنة ويختم حياته ب4 مرات لا إله إلا الله، عمره 22 سنة وجه نور وضياء، عمره 22 سنة وأصابع يده بهذا الشكل. يا الله، عبد الرحمن له 8 شهور في التوبة ويختم الله حياته بهذه الخاتمة. شغلي الشاغل عبد الرحمن أيام العزاء، ليش تاب؟ ليش تغير؟ إيش الشيء اللي غير عبد الرحمن؟ أنا أدري قبل 8 شهور كان يسمع أغاني، كان يتابع مسلسلات، كان ينهزم للشهوات، كان زي غيره من الشباب. إيش غير حياته؟ يقول انتهت أيام العزاء يدفعني الفضول، أبغى أعرف ليش تغير. يقول رحت لأم عبد الرحمن عمتي، يقول أحمد سلمت عليها وقلت لها أم عبد الرحمن ممكن طلب؟ قالت أبشر يا ولدي يا أحمد. قال أبغى جوالات عبد الرحمن الاثنين. قالت ما طلبت شيء. دخلت الغرفته، جابت الجوالات واعطت احمد، قالت هذه الجوالات. يقول اخذت الجوالات وقاعد اقلب في صندوق الرسائل المرسله وفي صندوق الرسائل الوارده، ابغى اعرف السر اللي غير حياه عبد الرحمن. يقول يا شيخ قاعد اقلب رساله ورا رساله، عرفت السر يا شيخ، عرفت عبد الرحمن ليش تاب. قلت له ليش يا احمد؟ قال وجدت رساله منك انت يا شيخ عبد الرحمن. أنا يا أحمد؟ قال إيه أنت. قلت إيش مكتوب في الرسالة؟ قال مكتوب في الرسالة بشرك الله بما يسرك، أفرحتني بتوبتك وعودتك وإنابتك ورجوعك إلى الله، الله الله في الثبات حتى تلقى الله، أسأل الله أن يجعلك من أسعد عباد الله. أنا يا أحمد؟
قال لي والله يا ابو علي اصلا ما عرفت رقمك ولا اسمك الا من الرساله. قلت له ايش مواصفات عبد الرحمن؟ قال طويل القامه، ابيض البشره، سيارتك كذا في الحي الفلاني. والله ما عرفته ولا تذكرته. قال يا شيخ ايش رايك اقابلك بكره؟ عندي صور لعبد الرحمن اوريك يمكن تعرفها. قلت له باذن الله على الوعد بكره. قاعد انتظر بكره علشان اشوف عبد الرحمن. جاء وقت الموعد اتصلت على احمد، وينك؟ قال في نفس المكان. جيت سلمت على احمد، عجل ورني عبد الرحمن. خرج جواله فتح على صورته وراني عبد الرحمن. اناظر، هذا عبد الرحمن يا احمد؟ قال لي يا شيخ عرفته، هذا عبد الرحمن يا احمد؟ قال لي يا شيخ عرفته؟ قلت اي والله عرفته، اي والله عرفته، والله ما قابلته في حياتي الا مرتين، والله ما شفته بعيوني الا مرتين ولا سمعت صوته الا مرتين، لكني على يقين ان اصلحنا العمل والنية سنلتقي يوم القيامة بلا فراق في جنة ونهر عند مليك مقتدر. اناظر الصورة، يا الله هذا عبد الرحمن. قال لي يا شيخ ايش قصته؟ قلت حضر معايا في جلسة دعوية زي هذه الجلسة، انتهى اللقاء جاني متأثر يحتضني يبكي يقول ممكن رقم جوالك يا شيخ؟ قلت له هذا رقم جوالي. وصل البيت عبد الرحمن، اخذ كل المعاصي والذنوب وحطها في كيس وجعلها في درام النفايات، وارسل لي رساله يقول ابشرك يا شيخ وصلت البيت وانتصرت على كل المعاصي والذنوب وحطيتها في درام النفايات، والله يا شيخ كاني شليت جبال الدنيا كلها من على صدري. ارسلت له رساله، بشرك الله بما يسرك، افرحتني بتوبتك وعودتك وانابتك ورجوعك الى الله، الله الله في الثبات حتى تلقى الله، اسال الله ان يجعلك من اسعد عباد الله. دق علي مباشره عبد الرحمن، قال يا شيخ اقدر اقابلك بكره؟ قلت له ليش؟ قال يا شيخ عندي مشكله بسيطه وانا تائب الى الله، يا ليت نحلها مع بعض. قلت له احمد بكره الجمعه، بعد صلاه الجمعه نتغدى مع بعض. قال ما طلبت شيء. صليت الجمعه الا عبد الرحمن الصادق يدق علي، على الوعد يا شيخ؟ قلت له على الموعد. تقابلت مع عبد الرحمن، اخذته مع بعض الشباب وخرجنا في مخطط من المخططات، حطينا الفرش، تغدينا، اخذت عبد الرحمن بيده وقاعدين نمشي في المخطط علشان اسمع ايش عند عبد الرحمن من مشكله. عبد الرحمن قال لي يا شيخ صحيح عمري في التوبه ليله يوم واحد، لكن والله يا شيخ اجمل يوم في حياتي، والله اسعد ليله في حياتي، كاني شليت جبال الدنيا كلها من على صدري. يا شيخ انا تخرجت من الثانوي ومعدلي رائع جدا وعندي طموح اواصل الجامعه، لكن ما اقدر اواصل الجامعه، تدري ليش؟ قلت له ليش يا عبد الرحمن؟ قال ابوي متوفي وانا اكبر اخواني، امي اخواني اخواتي اللي اصغر مني ينتظرون اني اعيلهم واصرف عليهم، الى متى وحنا عاله على الناس؟ بعد الثانوية أخذت ملفي وجلست أقدم في وظائف، أقول لك صحيح أني لقيت وظائف، لكن كل الوظائف اللي لقيتها خارج المدينة اللي أمي وأخواني ساكنين فيها، اضطريت أني أتوظف داخل المدينة. تدريش الوظيفة يا شيخ؟ قلت له إيش يا عبد الرحمن؟ قال في مطعم توصيل الطلبات بالمجان، في مطعم توصيل طلبات بالمجان، صحيح الراتب 1700 ريال، لكن فيها خير وبركة، أهلي ينتظرونها آخر الشهر. تدري إيش معنات توصيل طلبات بالمجان؟ كم من الاتصالات تهزيء والطلب ناقص، تأخر، بارد، كنسل الطلب، من شقة إلى شقة، من حارة إلى حارة، وهذه حياتي، لكن أصبر علشان أمي وأخواني وأخواتي. تدري إيش معنات توصيل طلبات بالمجان؟ كم من بناتي يكلموني اوصل لها الطلب، احاسبها، تكون معي علاقه، تقول لي ادخل البيت فاضي. عبد الرحمن زي غيره من الشباب يرسم، يتطيب، يتزين، يتجمل، يقول كم انهزمت لهذه الشهوات. يا شيخ انا اليوم تايب، انا اليوم عايد ومقبل على الله، وبين نارين، ابقى في هذه الوظيفه علشان أمي وأخواني وأخواتي، أتركها علشان ديني، هدايتي، استقامتي؟ أنا اليوم أطرح القضية بين يديك،
ايش نصيحتك يا شيخ؟ ناظرت في عبد الرحمن، والله ما قلت له الا هذه الكلمات. يا الغالي يا الغالي يا راس المال، اللي زينك الله بلحية وثوب قصير وادخلك بيته واسجدك له واركعك بين يديه، اتحس بالطريق مفروش بالورود؟ لا والله، والله الطريق يحتاج إلى تضحيات، إلى بذل، إلى عطاء، مليء بالفتن والمحن والمدلهمات، ليميز الله الخبيث من الطيب. عبد الرحمن، كل خسارة في الدنيا يعوضها الله، هذه كلماتي له. عبد الرحمن، كل خسارة في الدنيا يعوضها الله، إلا دينك يا عبد الرحمن لا تخسر دينك. أنت أدرى بنفسك، إذا كانت هذه الوظيفة تجعلك تخسر دينك تقدم تنازلات اتركها، ووالله يا من ترك شيء لله أن يعوضها الله خيرا منه. قال لي بإذن الله، نزلت لسيارته، والله ما شفته بعد اليوم إلا في الصورة. كلمت أحمد بهذا الكلام، قال لي والله إنك صادق يا شيخ. كان لقاءكم يوم الجمعة؟ قلت إيه. قال يوم السبت أخذ تفويض السيارة واستمارة السيارة وراح لإدارة المطعم وقدم استغناء واستقالته، أخذ ملفه وأوراقه وقدم في جامعة الملك خالد قسم شريعة وقبل، والمستوى الأول، المستوى الثاني مات قبل أن ينتهي المستوى الثاني. أبو علي، أبو علي، أقسم بالله بعد توبته بشهرين ينزل قرار تعيينه من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف مؤذن للجامع اللي بجوار بيتهم براتب 1700 ريال. عوضه ولا ما عوضه يا شباب؟ أعطاه ولا ما أعطاه؟ وينزل له مكافأة الجامع 1000 ريال. اترك الدنيا فديتك، اترك 2700 فديتك، لكن القضية على ايش مات 4 مرات؟ لا اله الا الله، والله ما قدم الصحابة دماؤهم واموالهم في سبيل الله الا من اجل هذه النهاية السعيدة، والله ما تاب التائبون ولا سكب العبرات المذنبون الا من اجل هذه النهاية، والله ما بحت اصوات العلماء والدعاء المصلحون الا من اجل هذه النهاية فديتك. أما تريد هذه النهاية؟ أما ترغب أن تختم حياتك بلا إله إلا الله بخاتمة حسنة؟